هذه من ضرائب الحرب وطبيعة الحرب، عندما يكون هناك تماس مباشر ما بين الطرفين وتبدأ الاشتباكات، الأسرى والجرحى والقتلى إلى آخره، هذه من طبائع الحرب. طبعا إسرائيل، الدروس التي المستفادة من حرب طموز 2006 هي بدأت تتجنب قدر إمكانها الوقوع في الأسر، لأن هذا هو مكسب معنوي مهم لحزب الله عندما يأسر جنديا إسرائيليا. ونعرف كيف هي الاهتمامات الإسرائيلية بجنودها وبأسرها، تبدو ومكسب الغل تفاوضي والنفيس. سيادة العميد الركن، عفوا، ومكسب تفاوضي بالنسبة لحزب الله إن حصلت على أسرى أو حتى على جثث. صحيح صحيح، مكسب على جميع الاتجاهات. هذا الدرس المستفاد من قبل إسرائيل تتجنبه كليا، وتفضل أن يموت الأسير، لا أن يموت الجندي ولا أن يكون أسيرا لدى حزب الله. إنما التحول الذي حدث الآن في جبهة الجنوب اللبناني، نعم، إسرائيل بدأت منذ مدة تحشد قواتها، وباتت حتى الآن 5 فرق مدججة ومدرعة ومؤللة ومدولبة وقوات ووحدات هندسية، وفي البقعة الخلفية أعلنتها منطقة عسكرية، يعني احتياط ولوجستية، يعني إسرائيل بكامل الجهوزية لتمسك بالأرض الحد الفاصل ما بين لبنان وإسرائيل، ومنه تحاول التقدم شيئا فشيئا، وتتجنب عمليات الأسد كما قلنا، وتحاول الاستكشاف والاستطلاع بالنار ما أمكنها لمعرفة كيف يقاتل هذا الجندي العسكري من حزب الله بالمقابل، وكيف، ما هي أساليبه، وما هي دفاعاته، وكيف نعم، يتنقل، كيف يختبئ، يعني هي كلها جمع معلومات. الآن إسرائيل تمشي ببطء شديد أبعد من عمليات أو ولا توغلات تشتت، سيادة العميد. هي تشتت الانظار اين تريد ان تتوغل. احيانا نراها تضرب في كفركلا العديسي، يعني القطاع الشرقي، واحيانا في بليده في القطاع الاوسط، واحيانا تضرب في علم الشعب في القطاع الغربي، والان اليوم نراها تضرب في الخط الفاصل او تامين لخط الجولان صعودا نحو يعني مرج عيون، حصبية، صعودا نحو حرمون، وهذا كذلك يتبين انه محور رابع. لكن انا كنت الاحظه منذ بدايه محاولات التوغل الاسرائيليه، نعم، كنت الاحظ كيف ان اسرائيل تركز على هذا اللسان، اذا جاز التعبير، المتصل بخط الجولان لتأمين خط الجولان وتأمين الميمنة والميسرة والخلفية صعودا للتقدم نحو حرمون، ومنه لأنها نعم، طبقت ذلك في 1982 يمكن أن تطبقه مرة ثانية. إنما يعني الآن هي لا تستطيع أن تعرفي أين تريد أن تتقدم أو تتوغل، وهذه من ولكن خطوات على الأقل هذا يعني، قبل أن الإسرائيلية. أنتقل للسيد نظير، توصيف رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي بأن ما يجري في منطقة الجنوب حينما سئل عنها قال هي عمليات كر وفرك، كان دقيق في التوصيف، لديه المعلومات الكافية للحديث عنها؟ هو يعني نجيب ميقاتي آخر من يحق له أن يتكلم في هذا الشأن، فليدير الشأن السياسي وليترك عمليات إحصاء النازحين والضحايا نعم، والشهداء والقتلى والجرحى، ولينصرف إلى العمل السياسي وتركيزا كيفية تطبيقات القرارات سنعود إلى ورئاسة هذه الشعب. النقطة.